مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام وفي قناة التاسعة، مساء الخير، مرحبا بكم الليلة في برنامج عندي. منقل لك طبعا للمشاركة في البرنامج، بإمكانكم التواصل معنا على الرقم 28 835 ألف أو التحاق بمقر طبعا القناة 26 نهج المعمل الشرقية 2. الليلة في برنامج عندي منقل لك ليلة سبيسيال، ليلة باش نحتفلوا بها بعيد الحب على طريقتنا الخاصة في برنامج عندي منقل. اليوم ما هوش 14 فيفري، بعد غدوة 14 فيفري هو عيد الحب، اليوم اللي باش نتشاركوا فيه أسمى عبارات المحبة مع الناس، الناس اللي نحبوهم. والحب راه ينجم يكون بكلمة، بموقف، بلحظة مهمة تنجم تبدل حياتنا. على كل نمشي مباشرة إلى الاستوديو الفرع الثاني مع زميلة ريهام بن علي. ريهام مساء الخير. مرحبا بك علي. مساء الخير ريهام، مرحبا. كل عام ليلة وانت حية بخير. عايش كل عام وناس حية بخير. الليلة يظهر لي ضيوفك سبيسيال. أكيد ضيوفي سبيسيال من نوع خاص، اليوم ديكلاراسيون دامور، برشا ديكلاراسيون دامور، المهم رايدين الليلة. أكيد تهنى عليهم يا علي. عايشك يا ليلة. على كل أنا في انتظار الضيوف باش نستقبلهم في برنامج عندي ما نقولك، لكن قبل هذايا مباشرة نمشيو إلى حوصلة للحكاية اللي باش تتعدى الليلة في برنامج عندي ما نقولك. الليلة في عندي ما نقولك حلقة استثنائية مع ضيوف وحكايات استثنائيين، المحبة فيها هي الكل. باش نتابعوا ثلاثة حكايات. مريم اللي حبها العماد فاق كل الحدود، وبفضل مهنتها لقات شريك حياتها. قالك شي نهار نحبك؟ لا لا. علاش ما قلتش الكلمة هذي؟ اخزر لها وقلها نغطي في عشبتو بالضحك. لكن اقبلها باش ندخلوا لحياة الفنان معز الترودي، وباش نغوصوا في أسرار علاقته بزوجته وحبه لها. باش تديكلاغ مون أمور، باش نقول لك راني نحبك برشا، وربي يحفظك ليا وربي يفضلك ليا وما يحرمنيش منك، وانت راك حياتي الكل وأغلى ما عندي في الدنيا. والبداية باش تكون مع رشيد وملكة، قصة تضحية وبرشا صبر. لقيت سند منها لقيتها واقفة بجنبي يعني في المحن أكثر من وقت الفرحة يعني. فهمت؟ نواصل الليلة في برنامج عندي ما نقولك الاحتفال بعيد الحب من خلال دعوة الناس لبعضها للتصالح، للتسامح وللتصريح بمشاعر. في هذا السياق نستقبل مع بعضنا مدام ملكة. مدام ملكة مرحبا بك. عسلامة ملكة، شحوالك لله، تفضل. مرحبا بك ملكة في برنامج عندي ما نقولك. مرحبا ملكة، تفضل. أختي ملكة قداش عمرك؟ زيد هكا شوية. قداش عمرك ملكة؟ 27. إيش تعمل في الدنيا؟ تو في الدار. ما تخدمش؟ ما نخدمش. مرحبا بك، ربي يبارك فيك خدمة لله حتى نتعرف على حكايتك أكثر. عشتها أنت بظروفها، بحاجتها الباهية، بحاجتها الخائبة، وقصة يعتبروا منها الناس، ياخذوا منها الباهي خليهم منها الخائب. شو الباهي اللي في حكايتك مع رشيد؟ وين تعرفت عليه؟ تعرفت عليه في البيسين. وين؟ في البيسين. فين؟ في البيسين. نسخايل بيكين. لا لا، بيسين.
بيسين بيسين تاع في وسط البيسين في وسط الماء في وسط المسبح في وسط المسبح انت تعوم وهو يعوم زوز عوامين ماكيك مشاركين في مسبح اييه هاي قعدنا جمعه هكاك كل مره راه في البيسين وما في باليش اللي هو معناها في كرسي ومن بعد اش معناتها ما في بالكش بيه ما هو في وسط الماء خاطر انا ريتو اه انا نخرج قبله وهو يخرج بعد دونك عنده اعاقه في سقي اي ما يمشيش على سقي عايشك قعدت نسال على اسمه شكون هذاك شكون طلعت اسمه هو في البيسين انا مره نعوم كلمك حتى كلمه لا هو كلمني شكلك. انا نعوم وهو قال لي نعطيك تعوم باليونات قلت له ليه سي بون راني اه هو اللي كلمك زاد اي هو معناها بروبوز عليا باش يعطيني نعوم باليونات ليه قلت له ليه عايشك كهو بعد مشيت سالت على اسمه قعدت نسال هكا علاش سالت على اسمه خاطر حب يعطيني اليونات لا مش خاطر حب يعطيك اليونات خاطر هكا حسيته محلاه معناها فوالا سي ساقولها كهو قال لي قعدت نفركس على الفيسبوك لقيته بعث له انفيتاسيون قعدنا نحكيو انا قعدنا نحكيو قرابه جمعه 10 ايام هكاك نحكيو سالو سافا وينك اش عامل درشنايا نتعرفو نحكيو عادي وهما في بالوش بيا اللي انا في البيسي اللي انا اللي في البيسي قلت له بعد جمعه اش قال لك قال لي ما عرفتكش يا باهي درشني وهو ميم طون معناها كي نتقابلو في البيسين سلام سلامك هاو بعد قعدنا نحكي وكل دخلت انا كي شفت تصاوره دخلت على اليوتيوب والجوجل قعدت نشوف حكيته شنية شي حكيته معناها كريت تصاور اللي هو في كرسي واللي هو مضروب كرتوشة هو مضروب كرتوشة في صدره لهنا وي انا كرتوشة وين في الثورة اه هو جريح من جرح هو جريح الثورة تضرب كرتوشة في صدره نهار 13 جون في صدره اي في صدره ومنع ها كمان شلل نصفي هاي اه صار له شلل نصفي في الساقية دونك يدور لي الكرتوشة اخترقت النخاع الشوكي في ظهر والتالي فهمتك كهو قعدت نشوف قعدت معناها هكا نسمع في الفيديوهات ونشوف شنو يحكيوا عليه كي سمعت هذا الكل تغير موقفك تجاهه ولا زاد؟ لا لا بالعكس لا سألته لا قلت له شبيك لا انت شفت بالعكس زدت هكا حبيت نزيد نتعرف عليه اكثر كي شفت سيتياسيون كيكا حبيت نزيد نعرفه أكثر معناها ما حسيتش لي الحكاية ذي كانت تنجم تكون عائق بينك وبينه وتوقف الحكاية أنا وقتها مانيش نخمم في حد شيء أبر أني نحب نعرف الإنسان ذي كشني حكيته بي ومن بعد كهو بعد بشوية قابلنا أول لقاء في الكهرباء هو يسوق ولا أنت تسوق هو يسوق 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 كالموديفي كهرباء موديفي دونك ريتو في الكهرباء عادي هبطوا عملتوا قهوه ولا ما هبطوش لا لا علاش خاطر انا نعرف اللي هو ما ينجمش يهبط انت ما طلبتش وانا ما طلبتش علاش عادي يا اخي انسان عنده اعاقه في سقيه حبيتها تجي منه معناها مش مني جيت منه جيت انت ما حبيتش تحر اه جيت منه هو استدعاني على الفطور الا اه كاو خرجنا فطرنا ونهارتها قال لي معناها نوليو مع بعضنا نوليو اون كوبل شنو جاوبته؟ هاني معاك لا. هكا لا 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 مش هاني معاك هاني معاك لا هو قال لي معناها ما نعرفش قال لي هكا نحس في روحي متفاهم انا وياك ومرتاح معاك عجبك السيد علخ فما مشاعر بينك وبينه اي انكم تكونوا في يوم من الايام مع بعضكم رغم ونقولها نقولها اللي اعاقته كانت تنجم تشكل حاجز ما هوش راو تمييز يعني اللي عنده إعاقة جسدية مانيش قاعد نميز فيها على اللي ما عندوش ولا تنمر ولا لا 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 نحكيه على واقع على حوادث صارت في الواقع ومجتمعنا فيه ناس تقبل وناس لا نقولوها وكل واحد حر في رأيه بالطبيعة انت قبلت ويعطيك الصحة هي انا قبلت على خاطر ما كنت شراف فيها حاجز معناها بالضبط هذين نحبك تبينه لي عادي انسان عادي بالرسمي لانديكاب عمره ما كان
لا في الساقين، لا في معناها ماهوش جسديا، هانديكاب في المخ، في الانسان. ما نعرفش الراجل اللي يضرب مرته، اللي مش حنين، معناها هو كان عوض لي برشا حاجات في حياتي، ومتربي خير من، معناها كنت معاه انا خير من مع عباد اخرين. كي دخلت معاه في علاقه رسميه كيفاش كانت علاقتكم؟ تخرجوا نورمال قدام الناس؟ نخرجوا نورمال قدام الناس. موقف 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 الناس شنو؟ كي نخرجوا في الشارع تقولش عليهم عمرهم ما راهو عباد. الناس الكل باهتة فينا. هذايا الهدف من سؤالي الأولاني. هي حاجة باهية وحاجة خايبة. يحسونا اللي احنا هابطين من كوكب آخر. كيفاش؟ تبدا العباد تغزر لك. تغزر على شنو؟ تغزر كيفاش انا معاه مثلا، ولا ما نعرفش، في قهوه، في ريستورون، في اي بلاصه تحس العينين يسرع عليه لدرجه انه ساعات يتقلق. سمعت كلام برشا برشا. كيما شنو؟ ما نعرفش، على الفيسبوك هاو ماخذته على فلوسه هاو. شنو هو فلوسه؟ عليه عنده فلوس هو؟ معناها زعما كيفاش على التعويض. قداش خذا فلوسه؟ والله يا ريت اللي مازال هو ما خذاش، اما اللي خذاه ديجا قاعد يصرف فيها على روحه. على دواء، على كيني، على ناتاسيون، على برشا برشا حاجات، معناها تهيئ له الحياة سعيدة. شوف كيفاش طبعا كلام الناس باش تهبل. والناس أعطيني أنا اللي يهمني، الناس المقربين ليك، عائلتك، أمك وبوك، صرحتهم بالموضوع؟ أمي والله قالت لي أنت حاجتك بيه تحبه أنت حرة. لا، هذا سؤال فخ. وفيه العديد من الفخاخ، جمع فخ فخاخ، كأنها قتلك أنت تحبه تحمل مسؤوليتك في قرارك هذا. هذا ايش حبت تقول لك؟ هي من الأول قالت كيكا خاطر ما يعرفوش. جبتك على الموضوع بالتفصيل ولا؟ اي مش امي انا، اخواتي معناها جبدوا الموضوع بالتفصيل. معناها كيفاش باش تعيش؟ اي كيفاش باش تعيش؟ باش تنجم روحك ولا راهو معناها الحياه باش تكون صعيبه. تتطلب مجهود صحيح. صحيح يا اخي قلت لهم ليه؟ فماش حد من العائله قال لك لا؟ لا لا، حتى حد. حتى واحد. حتى حد. ما قال لي حد ليه؟ على خاطر انا ما سالتش، انا خذيت قرار ومشيت لهم قلت لهم راهو الانسان هذاك حاجتي به في حياتي، راهو كان مش باش تخليني معاه، راني مانيش في نكون مع حتى حد. قلتها انت من الاخر، ما حد ما نجم يقول لي لا. انت جريئه وكيفاش يقولوها جريئه، وفرضت قرارك لا بلا شفقة ولا رحمة، وعندك رحمة. ما كنتش نستنى في حد باش يجاوبني على حتى شيء. وافقوا الدار. وافقوا قبل هما ما وافقوا، هو ديجا كان رافض الحكاية معناها. أنت أقنعته؟ مش أقنعته، أما كي شافني أنا كيفاش معاه اقتنع واحد. أنت طلبت منه العرس؟ شقلت له؟ شقاولك احنا هكا نهار كامل نتقابلوا نخرجوا مع بعضنا هاي نعرسوا. علاش قلت له هاي نعرسوا؟ على خاطرني حبيته. هو إنسان بالرسمي يتحب بأتم معنى الكلمة، إنسان يتحب. علاش حبيتها؟ حبيت وقلتها بألم وفيها شوية غصة. ليه والله ليه؟ أنا من صوتك عرفتك، ومن حتى من حركة وجهك عرفتك، قلت حبيت وطولتها باش نأكد عليها معناها. تألمت من موقف بعض الناس. فما برشا عباد، اي فما برشا عباد كانوا ضدي وعلاش وعلاش. يا رسول الله، حبيت انسان عنده اعاقه جسديه، ايش دخلكم فيها؟ تيش دخلكم فيها؟ انت حره يا اخوي. اخذت انسان يمشي على كروسه، عنده اعاقه، عمل حادث، الله غالب، تضربه بكرتوش، تحبه، تموت عليه. حسدوك فيه ساسو. حسدوك فيه. حسدوني خاطره مزيان وبقص ومحلاه. ريت كيما يلقاو وين يحسدوك على خاطره من جوا. وكان انا بعدت عليه راهو اي وحده معناها فيهم وفي اللي قالت لي الكلام هذا راهي مشات خذيته هي. شو يخليك تحبه؟ خاطره بقص، خاطره مزيان. خاطره بقص، خاطره مزيان، متربي، يعرف يحكي. باش ناخوه بعد بقص انا. حنين على الاخر. متثقف يفهم حساس معناه، مش كالراجل الراجل اللي كي تحكي معاه يسمعك معناه، ريت حتى حكايه تافهه نحكي له يسمعني يحكي معايا في مشاكلي. انت الروح والقلب. اي حتى كي توفيت امي وقف معايا بالرسمي. عندكم صغيرات؟ انا وليد. عندكم وليد؟ عندي وليد اسمه زين. ربي يفضلهولك. عايشك. اي قررتوا العرس؟
العرس كان معناها فجأة. كيفاش وعلاش؟ باه احنا ما كناش عاملين بروجرام باش نعرسوا بالزربه هذيك، معناها على الزرب، على خاطر ما عندناش علاش باش نوخروا. انا كي امي توفيت كلي قعدت هكا انا وبابا واخويا قرار عرس خذيتوه فجأة. فجأة عملتوا عرس؟ اي عملنا عرس كبير، تعدى في الوطنية في الأخبار. لحظة مشكل رافض هو؟ كان رافض ومن بعد اقتنع. شو هو العرس تعدى في الوطنية؟ اي تعدوني في الأخبار، عرس جريح الثورة. عندي في التليفون. عندك؟ نجم نتفرجوا منه تو نشوفوه؟ بربي تعدى في أخبار الوطنية؟ أي في تونس. على فين السياق تعدى؟ في الأخبار زواج جريح الثورة. زواج جريح الثورة، سي رشيد وملكة شاهدوا بعض المقتطفات منه، سي تريز امبورتون. رشيد بالعربي حدا جرح الثورة لتكون أمس مراسم زفافه بحضور عائلته وأصدقائه باختيار قرينة يواصل معها الحلم والأمل. اللي مريت بهم الكل مدة 6 سنين، على خاطر صحيح تعبت انا حتى كي جرح الكل. ساعات قليلة على الانطلاق في مرحلة حياتية جديدة من بحر الحب، تطفو العزيمة والتحدي وفق ملكة زوجة رشاد لتحول كل ما هو سلبي لحوافز ايجابية تجعل الانسان يطمح الى الافضل. فرحة تعم المكان وعزيمة كبرى يتحلى بها رشاد جعلته في يوم فرحته تحدى الإحاقة وتقاسم فرحة عموله مع العائلة وشركة حياته. حب على الأخر زيدا، وأنا رشيد نعرف بعضنا على 3 سنين ونحب بعضنا، إن شاء الله ربي يهنينا. بطبيعة فرحة العمر وفرحان، يعني كملت نص ديني ونعيش في حياتي عادي، يعني لاباس الحمد لله وفرحان بعروستي. يعني جريح ثورة استطاع بفضل الإرادة وبفضل المحيطين به تجاوز الظرف ليكمل طريقه في الحياة متجاوزا كل العقبات، حالما بمستقبل أفضل يؤكد أن الإنسان قادر على تغيير واقعه. هيا إن شاء الله مبروك، احتفلوا بكم الوطنية، وإحنا هاو في قناة 9 نحتفلوا بكم اليوم. عايشك. عرستوا؟ عرست. ما خفتش من حكاية جبان الصغار أنك ما ينجمش يجيب صغيرات ولا حاجة؟ حكيتوا فيه الموضوع؟ والله حكينا فيه بتفادليك، معناها إيه بتفادليك. قال لي كان تحب نمشيو للطبيب، تعرف اللي انا لاباس، قلت له ليه ما نحبش. لا مهم السؤال هذا، السؤال هذا مهم جدا، نقول لك علاش. يتحكي فيه بصريح العباره علاش ده. اي اعاقه جسديه ممكن تاثر على عمليه الانجاب وقت اللي سي سافا سافا، معناتها هو قال انت كان خايفه معناها ولا عندك شك ولا حاجه، هاي تنمشي انا وياك للطبيب. معناها قداش وحده جبت لي الموضوع، قلت له لا نمشي للطبيب ما نحبوش الموضوع هذا، تو كان فما حاجه ربي سهل. هاي وجبنا من العمارة في عرسي. بو هاي عملنا عرس باهي، كل شيء عملنا. وهبطت تصارك على الفيسبوك، كل شيء كل شيء، حنة وعرس وصديق وطية وعشاء، وهو على كرسي، وهو على كرسي ديجا تصورنا هبطت في الفيسبوك بالكذا على الفيسبوك. تو انت عرست وتحبوا الراجل وعنده إعاقة وتصدرت معاه هو على كرسي متحرك، ايه ما تقوليش حسدوك فيه. ونهار عرسي لبس ليزرتيز ودخلت انا وياه وهو يمشي بالديومبيلاتور. هنشوف التصويره هوني، مانيش قادر رفيها، وريني التصويره لهناك كي حر ربي. سي تريبو سا، تعرفه خرها انا حلوه برشا التصوير. اي مقواك يا بنيه، بالحق مقواك ومحليك عايشك وشبوب بقى. الحق ارفع لك القبعة على اللي مش اللي عملته، على اللي حسيته. وما فماش برشا بنات كيف محلاها التصويرة هذه، زادة محلاها وما فماش برشا بنات كيفك في بالك. والله برشا بنات يبعثوا لي في مساجات. انا شبعثولك. انا اللي نحب هانديكابي كيفاش نعمل، انا راهو رافض في عرس بيا. مش تحب هانديكابي كيفاش تعمل؟ شنو هو الاحساس النظيف اللي عندك؟ احساسك النظيف والله برشا احساسك مساجات. المتفوق على الاحساس العادي هو كيفاش يخليك تاخذ عبد كيما الراجل اللي خذيته انت، مش عبد هانديكابي وكاينها فخره ولا كاينها حاجه خايبه. شفت تعرضت للتنمر برشا. شو يقولوا؟ هاو تحب فيها على فلوسه، هاو مزيان بلاي وين باش تلقى راجل هكا،
كل واحدة وش هي تحكي كلام نسيتو ديجا. وجعوك لي كومنتير شوي وطلعوا في هو الأكثر أي وهاني أنا جزيرية وهاني أنا مصرية ولا. وكل واحد يحطني في البلاد اللي يحبها لي وعندي صغار في الحرام أنا كل متعدي بيهم حسيت كل واحد شنو يحكي في حكاية هذا هو هذاك هو أو بالحق بوغوس وليد على محلي حتى أنت على محلي يعيشك عادي لك تصور الأخرين خل نشوفهم تعدي لي خل نشوف يا ولد سي سي هاي محلية متصور زيدني 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 هات هات يا طارق أوه في تزير مكشخ زيد اسبيرانتيست أو أخوها هاي زيد حلوين متصور أعطيني تصويرة العرس هذيك متاع قبيلة كنت نجم أهاي هذه تصويرة معبرة جدا جدا لا أنت بكل أنفة شد الكرسي عجبتني بصراحة التصويرة ما هيش بالصدفة أنا متأكد أي مش بالصدفة التصويرة متاعك متاع مرأة تخزر بكل أنفة وتحدي مش أنك خذيت إنسان عنده إعاقة جسدية وعلى كروسة بدليل تعرضت للتنمر وهو ديجا وتخزر وتقول أنا اللي اخترت وأنا اللي عملت حتى هو زيادة مركلا لي ها اللي تي التصويرة بالحق تقعد علامة مميزة علامة مميزة في مشاعرك وفي مشاعرك الجماعة كيف صورة مليانة بالحق خطر صورة مليانة بالحب وبالثقة والسعادة ما ندمتش؟ لا حبيته على الأخر فما أمل يرجع يمشي على سقيه بون فما أمل أعطيني ملفه الطبي باه هو حاول ولا ما حاولش؟ شو هو حاول ودجا توا معناها جرح الثورة الكل قاعد يعملوا في اعتصام في الهيئة على خاطر أي باب يدقوه باش كسسوا على الدواء أعطيني ملف الطبي خليني من الهيئة حتى تهبط القائمة الرسمية أعطيني ملف الطبي باه فما عملية نورمال ما أمان يخوذ الملف الطبي متاعو هاتا ونبعثك ال هي فما عملية في ألمانيا توا قاعدة تصير يعطيني الملف الطبي نتاعو توا نقول لك ما يسالش ندخل ببالي الكل احنا ونحاولوا كان فما علاج ويرجع نمشي على سقيه علاش لا؟ اي واحنا نجم نساهموا فيه كبرنامج نعملوه شو المشكل؟ معايا؟ ان شاء الله اي معاك توا بعد نزيد نحكي معايا لازم ناخذ موافقته هو اي دونك عرستو جبتو صغيرات و بعد العرس ما حسيتش اللي انت دخلت في مسؤولية كبيرة ولا هي مسؤولية شنو المسؤولية؟ مسؤولية انك ما نعرفش معناها باش تساعدوا في برشا حاجات فوالا وهو معناها مستانس كل شيء هو يتلهي بروحه في كل شيء معناها مش اما يحتاج الى دعمك اي مش برش علاش ما يخدمش؟ يخدم هو يخدم شيخ هو يخدم في القباضة مهم. ليه هو يخدم يمشي يخدم يروح على روحه يعيش في حياة عادية معناها مش قاعد في الدار ويسوق في كرهبته كل شيء ولاباس لو كان جالي ليش تحب تقول له؟ نحب نقول له راني نحبك وراني معاك وعمري ما نخليك عمري ما نخليك تجبد الموضوع هذا قال لك تمشيش تخليني نهار قالها لك تقولش اي قالها علاش قالها؟ في لحظة غش في لحظة نرفيز نرفزت ليه ليه بالعكس في لحظة حبك علاش قالها؟ معناها مشيش نهار تبدل رايك وتخليني هذا قبل العرس معناها بعد العرس ما عاودش قال لا لا يعرفني خاطر ما نخليش شو اسمه؟ رشيد رشيد اللي لا يكون موجود بحذانا في برنامج عندي ما نقولك